يا قلب يا قلب قلي عليش تعن، يا قلب جاوب عسؤالي، ثار اللي مثلي بشقى ولدن، وحال لهم أشبه بحالي، عندي شباب غدا اقفن، ومن عقبهم ما شيء يزهالي. قصيدي قالها الشاعر العم المرحوم أبو ثاني صالح عرابي قبل وفاته بفترة قصيرة، يشكو الفراق ولوعة الحنين والاشتياق إلى ابنيه المغتربين ثاني وسند، بعد أن طال سفرهما وغيابهما عنه. يا قلب قل لي عليش تعن، يا قلب جاوب عسؤالي، يا قلب قل لي هيا قلب جاوب عسؤالي، كثار اللي مثلي بشقى ولدن، وحالا لهم أشبه بحالي، مثلي بشقى ولدن، وحال لهم أشبه بحالي، عندي شباب غدا اقفن، ومن عقبهم ما شي يزهالي. شباب غدا اقفا، ومن عقبهم ما شي يزهالي، قلبي تعلق بيهم ويحن، احنيت حوير مشي بتالي، قلبي تعلق بيهم ويحن، حنيت حوير مشي بتالي، يا قلب عن ذكريهم لا تكن، ظلك على الود كرمالي. يا قلب عن ذكريهم لا تكن، ظلك على الود كرمالي، يا خالق بجمعيهم لا تظن، هم الكنوز وذو خرمالي.
أهم الكون أزوذ وخار مالي. هلا يا سيق الله وقت يأتن هذا الهان نعود رجالي. يا خالق بجمعيها لا تظن هم الكنوز وذخار مالي. لا يأسق الله وقت يا الهان نعود رجال.